إن الله تعالى خلق الخلق ليحيوا حياة طيبة، ولا تطيب حياة الناس ولا تستقيم ولا يدركون ذلك الوصف في حياتهم إلا إذا حققوا الغاية من الوجود. وهنا مفتاح إدراك الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي الحياة الهنيئة، هي الحياة السعيدة، هي الحياة المطمئنة، هي الحياة التي يقل فيها الكدر وتضيق فيه دائرة الكبد الذي يعكر على الإنسان حياته، فيكون في كل أحواله على رضا وطمأنينة وسكون وسعادة.